الرحلة الحداشر. أول ما دخلت السرير حسيت بحاجة تحت المخدة، مديت إيدي لقيت ورقة مكتوب عليها نورت العراق، إمضاء مريم. ضحكت وغمضت عيني ورحت في النوم، وتاني يوم صحيت بدري ونزلت أتمشى في الشوارع، واللي بيراقبوني ماشيين معايا في كل حتة. خلصت مشاويري ورحت لصديقي بتاع امبارح، أول ما دخلت بيته رحب بيا جدا وقال لي اتفضل في الصالون. دخلت لقيت السفير المصري في العراق ومعاه ضابط عراقي. الضابط وجه لي الكلام على طول، قال لي مش عيب عليك تيجي تنفذ مهمة في بلدنا من غير ما تختارنا ولا حتى تختار بلدك. قطعوا السفير وقال لي عاجبك كده اتفضل، دي تذكرة الطيران بكرة الصبح، الصبح ليك في المطار وعلى مصر على طول. واعتذر للضابط وقال له هيوصلك اعتذار رسمي مننا، وبصلي وقال لي اظن مش هتكون مبسوط لو اترحلت من هنا، يا ريت بلاش اي تصرف ساذج يسيء لسمعة بلدنا ويعمل لنا مشاكل مع الاشقاء. ما نطقتش بكلمه وانتهت الزياره ورجعت للشوارع تاني، وفضلت امشي وافكر. وفجاه وقفت جنبي عربيه فان ونزلت ناس بمسدسات وترميت في العربية، وده اللي كان نفسي فيه. مفيش ثواني وبدأت مطاردة مع عربيات تانية كتير وضرب نار من كل اتجاه، وغطت وشي واتحقنت بحاجة وغبت عن الوعي تماما. صحيت بعد ساعات مش عارف عددها، لقيت نفسي فوق صخرة في وسط البحر، صخرة ارتفاعها أكتر من 20 متر ومساحتها حوالي 30 متر. ما كنتش عارف أنا في أنهي بلد ولا ده أنه بحر، بس دي كانت بداية كويسة.